اختتمت منافسات البطولة الدولية للكاراتيه بريمير ليج، أولى بطولات السلسلة العالمية للكاراتيه لعام 2023، والتي استضافتها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. إحساس ما أقدرش أوصفه الصراحة، في منتهى السعادة إن أنا أقدر أجيب ميدالية زي دي كمان وسط بلدي وسط جمهوري، دي حاجة تزيدني فخرا فوق فخري. الحمد لله إن أنا يكفي إن أنا بس أبص للناس اللي في المدرجات دي، نظرتهم دي بس هي بالنسبة لي بالدنيا وما فيها، كفاية إن بس الناس دي شايفاني جايين يشجعوني، ودي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا يعني. البطولة كانت مختلفة، الأجواء مختلفة جدا، خصوصا إن هي في مصر، وخصوصا إن هي أول بريمير ليج في السنة، في إن شاء الله آخر سنة بطولة عالم كبار، فكان ده أول احتكاك لينا وأول استعداد لينا، وإن شاء الله يكون اللي جاي كل خير إن شاء الله. نتائج زمايلي، فأنا مبسوطة جدا بالنتائج اللي هم حققوها لحد دلوقتي. يعني تتكلم إن تقريبا في لحد دلوقتي 11 ميدالية متحققة، وده رقم الحمد لله كويس جدا جدا. المنتخب الوطني حصد خلال منافسات اليوم الأخير من البطولة 3 ذهبيات وفضيتان و7 برونزيات. معنى ان انا اوصل لستة نهائي بدون الاربعه الابطال اللي هم اللي بيجيبوا الذهب كل مره، معناه ان المنتخب بخير، معناه مدربين المنتخب عاملين عليهم زياده، ومدربين منتخب مصر، مدربين انديه مصر عاملين عليهم، ولاعيبه المنتخب عملت عليهم بزياده، بدليل ان الستة وصلوا نهائي. منسوب الاتحاد المصري على هذا التنظيم الرائع، وانا شايف انه احنا لما نقيم بطولات في مصر ننجح في الاتحاد الدولي للكاراتيه وحتى الاتحاد العربي. وتربع الفراعنه على عرش البطوله محرزين المركز الاول امام كل من منتخبي اسبانيا وايطاليا اصحاب المركزين الثاني والثالث. تاكيدا على نجاح الباهر في تنظيم بطوله بريمير ليج العالميه للكاراتيه، أعلن الاتحاد الدولي للعبة رسميا إسناد تنظيم بطولتي 2024 و2025 للاتحاد المصري للكاراتيه. من داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، علي فتحي، النيل.